هل كل ما نعرفه عن تاريخنا القديم والحديث وما يتصل بقضايانا المصرية هو التاريخ الحقيقي أم هو التاريخ الذي كتبه المستعمرون وأصحاب المصالح؟ مع المؤرخ والكاتب الدكتور وسيم السيسي. يعني الآراء في التاريخ شيء والوقائع التاريخية شيء تاريخ. سيناء في التاريخ المصري ماذا تمثل؟ هي طول عمرها جزء من مصر وطول عمرها يعني بتعتبر الكنز بتاع مصر من الأول لآخر. عن التاريخ بين الحق والحقيقة ومحاولات التشويه. الأهرامات، هل فعلا كما سمعنا أنه اليهود هم من يساهموا في بنائها؟ الأهرامات مبنية قبل ما جه إبراهيم عليه السلام بألف ومئة سنة، وهي في الحقيقة أكتر من كده. بنسمع حاليا عن هجرة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل. آه طبعا. هل ستتنامى؟ وعشان كده أنا بقول إسرائيل دي ما هي إسرائيل، هي قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية. ماذا تتوقع في الأيام القليلة القادمة؟ أيام صعبة، أيام صعبة على غزة وعلى مصر كمان أيضا، هي أكتر واحدة يعني. إنما يعني المحصلة النهائية هتبقى درس لإسرائيل. حوار جديد. هل ما نراه على أرض فلسطين من عدوان مستمر لطرد شعب من أرضه هو فقط محاولة اغتصاب أرض من أصحابها أم فصل جديد في جريمة مستمرة منذ 75 عاماً لسرقة التاريخ؟ حديث العرب من مصر غداً 7 مساءً على قناة مصر الأولى.